اختتمت الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين برينز مسابقة الهاكاثون الافتراضي الابتكار في زمن كورونا بالإعلان عن 3 مشاريع فائزة من مختلف الدول العربية، سيكون لها دور لافت في تطور الابتكارات العربية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة. أفكار ومشاريع متميزة تنافست للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى لتعكس طموح أصحابها العلمية والعملية، خصوصا وأن المبادرة اللافتة التي أطلقتها الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين في هذه الأوقات الخاصة من شأنها تحفيز وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار والاختراع لما فيها من منفعة للمجتمع ودعمه لتخطي التحديات المستمرة والمتجددة. نبي المشاريع اللي تمت بالصلة يعني مباشرة بجائحة كورونا، فكنا حاطين عدة شروط، من ضمن الشروط أن تكون مشاريع جديدة ما تكون فائلة من قبل. في مشاريع حلوة كانت ما قدرنا نعطيهم الجواز لأن كانت فائلة يعني بمسابقة سابقة. فالآلية باختصار أي مشروع كان يمت بالصلة يعني بالجائحة كورونا ومشروع فيه المقومات أنه ممكن يطلع منه مشروع، يعني ما يكون يعني شيء بس فكرة بسيطة، اخترناها طبعا مع اللجنة العلمية ولجنة التحكيم. عقدنا عدة اجتماعات ورشت على هالمشاريع الثلاثة اللي اخترناهم. في مثلا مشروع الويب سايت او الابس، هذه مشروع جدا يعني مهم للجائحة من حيث مثل ما اقول تقييم يعني مدى احتياجه يعني للمجتمع للبرامج. هذه البرامج منذ انطلاقه المسابقه وحتى وقت تقييم تلك الابتكارات والاختراعات، قدم القائمون على المسابقه عددا من المحاضرات ذات المحتوى القيم التي كان لها دور فاعل في تحفيز الابداع والابتكار لدى المشاركين ليكون لهم بصمة واضحة في ظل التنافس العالمي علميا وتقنيا للتصدي لآثار الجائحة السلبية. نحن الخطوة التالية أن نحن نحتضن هذه المشاريع، هي مشاريع كثيرة، فرح بنقوم بدراستها كلها ونشوف جدواها ومدى قابلية تطبيقها والتكاليف اللي تحتاجها، وبعد ذلك يعني بنعرض هذه المشاريع على جهات، شركات، مؤسسات ممكن تمول أو تحتضن هذه المشاريع. وهو موضوع طويل، ولكن احنا من أهداف الجمعية أنها تحويل الاختراعات إلى واقع، إلى ابتكار، وليس فقط أنها تعرض في معرض أو تشارك في مسابقة وبعدين الاختراع ينسي. جهود واضحة للعيان بذلها أعضاء اللجنة العليا المنظمة للهاكاثون الافتراضي، حيث تعتبر الجمعية أول مؤسسة في المنطقة تنظم مسابقات للاختراعات والابتكارات عبر الواقع الافتراضي بهدف فتح باب التواصل مع العالم العربي، بالإضافة إلى اعتبار الجمعية حلقة وصل تربط الباحثين والمخترعين مع المؤسسات والشركات بغرض تسويق ابتكاراتهم واختراعاتهم وتطبيقها على أرض الواقع. المجتمع العربي على موعد مع ابتكارات متميزة استطاعت أن تفرض نفسها على قائمة المشاريع المتخصصة في المسابقة لتفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، لتكون بذلك اللبنة الأولى لمساعدة المجتمع في التغلب على الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.